مين الفريق اللي بتقول لو انا عندي امكانيات اصعد؟ لا هو انت بتتفق معايا مش الفلوس كل حاجة، طبعا طبعا. وزي ما قلت اللي هيلبس في ناس هتلبس، ماشي. لكن انا اقول يعني اللي بيصرف كتير ودماغه في الصعود زي اللي ممكن يصرف في المتوسط ودماغه الصعود، مظبوط. لكن في ناس فرق كتير والتوظيف، يعني توظيف زد المدرب ونوعية اللعيبة. ممكن اللعيب اجيب لعيبة خلي متوسطة بقى بس عايز كل يبدأ. ده متوقف على توفيق ربنا لأي ايوه حد طبعا. فينا، ايوه لأن أنت ممكن تكون عامل لعيبة كويسة وفلوس كتير ولكن التوفيق بيغيب عنك. ممكن دي حلاوتها في إيه؟ إن أنت ما تعرفش حتى مين هيكسب في ملعبه صحيح. أو بره ملعبه. خد جزء مصغر من الدوري الإنجليزي مش هتصدق. تاني كده، جزء مصغر من الدوري الإنجليزي، ما تعرفش مين اللي هيلعب على ملعبه يكسب ولا يخسر. بلاش الكلام ده لحسن، عيب وحرام، ده يعاقبونا عليها الكلمة دي. مين عاقبنا؟ بس ربنا هو اللي بيعاقب. لا، ما هو احنا ما بنتكلمش في عقاب الآخرة، في بنتكلم الدنيا في عقاب الدنيا. على فكرة يا مش رب، معنى لا العقاب سلم برضه يا في رب. الآخرة. لو قارنا الممتاز به في لا الدوري انا بقول الإنجليزي. في اهميه المباراه اللي انت ما بتعرفش مين هيكسب على ملعبه او مين هيطلع بره يخسر، ايش فكل قريب قوي من بعضه. التوفيق بتاع ربنا اللي هيخلي واحد يكسب او يستمر في المكسب.